الدكتور نبيل شعث القيادي الفلسطيني الكبير. مساء الخير وقلبي معك. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا دكتور. أنا رأيي أنه يوم عربي مشؤوم آخر بعد يوم 6 ديسمبر من عام 2017 عندما وافق دونالد ترامب على نقل السفارة الأمريكية، واليوم يعترف بإسرائيلية هضبة الجولان، ويبدو أن أمريكا وإسرائيل لا تكترث كثيرا بالصوت العربي والمجهودات العربية والشجب العربي وكل الطرق التي الحقيقة يعني استثمرناها واستفدنا منها صفرا. حبيبي لا، نحن نواجه ليس فقط أمريكا وإسرائيل في وضعهم العادي، وقد أيدت أمريكا إسرائيل كم منذ انطلاقة وعد بلفور. الوعد بلفور البريطاني لم يتم إلا بتشاور كامل مع الحكومة الأمريكية، تشاور كامل. ولذلك الأمريكا تولت الآن بعد أن انهارت الإمبراطورية البريطانية، تولت هذه المسؤولية، وإسرائيل قاعدة أمريكية في المنطقة. وما تفعله اليوم في غزة مرة ثانية تدمير لشعب ولمدينة وأمريكا تؤيد ذلك. في زمان ترامب تحولت العنصرية الإسرائيلية والأبرتهايد العنصري الإسرائيلي من أمر واقع إلى قانون، يعني قانون صحيح. الجنسية اليهودية يقول أن كل هذه الأرض ليس لأحد الحق في تقرير مصيره عليها إلا الشعب اليهودي في العالم، بينما الشعب الفلسطيني صاحب هذه الأرض ليس له بحسب ترامب أي حق فيها. واليوم نأتي إلى الجولان. من هو هذا ترامب؟ ومن الذي فوضه أن يحل مكان الأمم المتحدة ويحل مكان القانون الدولي ويحل مكان الشرعية الدولية لكي يقدم ما يريد ويعطي ما يريد ويشرع ما يريد ويلغي ما يريد؟ أنا أرى فيه مغامرا شعبويا انتهازيا في زمن تتقلص فيه قدرة أمريكا على السيطرة على هذا العالم. أنا أرى فيه ما كنت أراه في بوريس يلتسن الذي تولى حكم روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وكاد أن يقضي على روسيا في الثمان سنوات اللي حكم فيها. لا. أنا لا أخاف من ترامب، وأنا أعتقد أنه علينا جميعا أن نقف في وجهه، وأنا مستعد يعني للرهان أنه لن يعاد انتخابه، وأنا مستعد للرهان أنه خلال ثلاث سنوات ستتقلص قدرة الولايات المتحدة على هذه الهيمنة والسيطرة، وسيتحول العالم تدريجيا إلى عالم متعدد الأقطاب نستطيع فيه جميعا كفلسطينيين وكعرب في أن نقف لحماية القدس ولحماية الجولان ولحماية الأرض العربية. يا دكتور يعني بس يا دكتور لو سمحت لي، يعني أنا مختلف مع حضرتك في رهانك على عدم التجديد لترامب، لأنه بهذه الأفعال ترامب يقدم الذبائح والقرابين للوبي اليهودي والصهيوني والإسرائيلي في أمريكا، وأنت تعلم قدرته على صنع القرار. أنا أعرف ذلك وقد عشت في أمريكا فترة طويلة وكنت طالبا وكنت أستاذا، فأنا مدرك ذلك. ولكن الحقيقة حتى الساحة اليهودية منقسمة الآن على نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من اليهود من لا يتخيل أنه الحكومة الإسرائيلية لا تتحالف إلا مع اليمين الفاشستي، اليمين اللي تاريخيا هو كان سبب المذابح التي أصابت اليهود في كل العالم. يعني أنا لا أرى في هذا النفوذ الصهيوني الذي غزته الولايات المتحدة طيلة هذه السنوات الماضية إلا انقساما و ضياع لسيطرتهم ولنفوذهم. أنا لا أريد أن أهون من الأمر، لأنه أنا أعرف أنه إلى أن ينتهي هذا ترامب وإلى أن تأتي حكومة جديدة تغير السياسة الأمريكية، مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يتحمل ثلاث سنوات صعبة جدا جدا جدا، ومطلوب من أمتنا العربية أن تقف إلى جواره. أنا سعيد الحقيقة بالقمة التي جمعت مصر والعراق والأردن، أنا سعيد بالدور التي ستلعبه مصر في القمة القادمة في تونس، أنا سعيد بأنه هناك وعي حقيقي جديد، وهذا الوعي
إن لم تقوده مصر فمن ذا الذي يقوده؟ طيب دكتور، دكتور نبيل في إطار هذا الصمود وبعيدا عن الجولان قليلا، آخر التطورات في عقاب إطلاق حماس لهذا الصاروخ الذي تدعي إسرائيل أنه أصاب تل أبيب. يعني أنا ما أنا في الحقيقة في سفر، يعني أنا كنت في المغرب اليوم صباحا، ثم كنت ظهرا في تونس، ووصلت إلى عمان منذ ساعة وأنا في طريقي إلى فلسطين. ليس لدي كل المعلومات، ولكن أن أقول لك سواء كان هناك صاروخ أو لم يكن هناك صاروخ، هناك معركة انتخابية في إسرائيل قادمة، وهي ليست معركة في العادة بين اليمين واليسار، هي معركة بين اليمين واليمين المتطرف واليمين الأكثر تطرفا. وبالتالي على نتنياهو، على حساب دماء أبناء شعبنا في غزة، يريد أن يزيد من فرص انتصاره في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. وهذا هو التفسير الحقيقي والأساسي لما تقوم به إسرائيل في خلال الشهر الماضي هذا كله. أنا شهدت بنفسي حرب 2012 و2014، وأعرف كم دمرت إسرائيل وكم قتلت وكم اجتاحت غزة، حمى الله غزة. ولكن المبرر الآن ليس السياسة العالمية، وإنما دور نتنياهو في هذا المؤتمر في هذا البلد الصهيوني. شكرا جزيلا دكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والقيادة الفلسطينية الكبيرة. الحقيقة احنا قدام لعبة مكشوفة وبيخة جدا جدا في توزيع الهدايا، في توزيع الهدايا عيني عينك على حساب الدم العربي. يعني ترامب بيقدم